هسه كملخص، رينولد شاف شغلتين لحد الآن، انه الفلو بي ثلاث انواع 3 تايبس اوف فلو. بعد شاف انه الرقم مالته انه من 0 الى 2000، ارقام رينولد من 0 الى 2000 هو لامينار، بين 2000 و 4000 هو ترانزيشن، وفوق 4000 هو تربلنت. زين، هسه ثالثا الشاف اوزنبرغ رينولد also observed، لاحظ the change of flow from laminar to turbulent. The change of flow from laminar to turbulent and from turbulent to laminar. يعني شنو شاف؟ انه من يحول الجريان مالته من اللامينار ويزيد السرعة الى التيربلنت، بعدين قام يقلل السرعة من التيربلنت لللامينار، شاف اكو فد اختلاف معين. خلينا نشوف شو اسمه. And from turbulent to laminar and found، وجد the critical velocity، السرعة الحرجة، where occur between laminar flow and turbulent flow، السرعة الحرجة. هسه خلينا نشوف شنو هي upper critical velocity و lower critical velocity. The upper critical velocity is the velocity where the laminar flow change to turbulent. هي السرعة اللي يتحول بيها اللامينار، الحالة من اللامينار إلى التيربلنت. شاف إنه رقم رينولد، شوفوا انتبهوا هنا، رقم رينولد بالألفين وسبعمية، إحنا مو قلنا من صفر إلى 2000 لامينار، 4000 وفوقه تيربلنت. زين، شاف انه من الصفر للألفين بقى لامينار، زيد السرعة، بعد شوي نزيد 2100 2200 2300 2400 500 600 700 2700، بعده لامينار، فسموها شنو؟ upper critical velocity. يلا فوق 2700 يلا تحول الى ترانزيشن، واضح؟ زين، هسه واحد يقول لي ليش ما خليتها 2700 من البداية لامينار؟ يعني تقول من الصفر إلى 2700 لامينار وتفضها. هسه أنا أقول لك ليش؟ لأن lower critical velocity is the velocity، بسببها is the velocity where turbulent flow change to laminar flow. فرينولد سوى lower 2000، يعني من رجع، شوفوا هنا أنا. او هنا خلينا نشوف دقيقة، هنا خلينا نشوف هاي بين هنا أنا. من الصفر الى الالفين دي يتحول من اللامينار الى التيربلنت، من الصفر للالفين للالفين وسبعمية، بعدين هنا أنا ترانزيشن بالاربعة الاف، ثبت بالاربعة الاف صار تيربلنت. من سوا تيربلنت وقام يقلل بالسرعة دي يريد يروح لللامينار، من التيربلنت رجع قلل 4000 3000 2700 2500 2100 2000، بال2000 يلا صار اللامينار. يعني هسه من الصفر لل2000 اذا من التيربلنت لللامينار بال2000، يعني هسه ال2000 خلينا نقول مشترك بين الاثنين، يعني ثابته. هاي صار قانون انه انا احول جرياني من اللامينار وزيد السرعه للألفين أنا لامينار، بس أنا عندي فد مسافة من الألفين 2007 تبقى لامينار، بس إذا أنا من التيربلنت أرجعها لل شو يسموها لللامينار بال2700 يبقى شو يسموها ترانزيشن إحنا هنا. فلي حد الألفين يلا دا يتحول لامينار. هسه واحد يقول لي هم مدى أفتهم، أنا أضرب لك مثال. احنا هم شايفين كلتنا من السوق سيارة، من قاعد بسيارة وبدأ تمشي مثلا طريق دولي، من نشوف تتحرك السيارة مثلا بدأ تمشي على 50، تصعد لل60، تصعد لل80، لل100، لل120، لل140، لل140، لل160، خلينا نقول تحس انه السيارة صارت مسرعة.
مو اكو كل سيارة لها فطاقة معينة بها اهتزازات من توصل السرعة عالية، مثلا وصلت للمية وستين يلا حسيت انه اكو فشي مو طبيعي، يعني تحس انه انت فد بتربنت عالية، خلينا نقول بسرعة عالية، بينما انت خليها من المية وستين وتريد ترجعها السيارة مثلا تبدي تخفف 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 ما تحس براحة، مو مثل ما انت تنطلق من الصفر للمية وستين، بينما اذا من المية وستين تريد ترجعها للصفر ما حتحس بنفس الراحة. فنفس الحالة هنا، هو بدأ من الصفر وزيد زيد وصل للأربعة آلاف، هذا شاف انه الماي بعده براحته، خلينا نقول ما حس بيها الانسان، شلون احنا خلينا نقول احنا من الصفر 80 90 100 ما حاسين احنا بدنا نمشي سريع، الا من وصلنا لل 160 يلا حسينا بسرعه. بينما انت بال 160 وحاسس فد خلينا نقول بعصبيه او بخوفه، وقلت للسائق نزل السرعه لل 100، ينزل ينزل انت ما حتحس براحه ال 100 الا لما توصل لل 80 خلينا نقول، يلا تحس براحه انه السائق ده يمشي بطيء. واضح؟ فمن تمشي تصعد شكل ومن تنزل شكل ثاني. نفس الحالة هنا، من الصفر للألفين بعد براحة، للألفين وسبعمية بعد براحة بلامينار، وراها من وصل للألفين واربعمية صار تيربلنت، من صار تيربلنت وراد يرجعها وصل للألفين وسبعمية هم حس براحة، لإلا للألفين يلا صار لامينار. فإذا الألفين صارت ثابتة، الألفين صارت يعني ثابتة انه هاي نقطة الألفين هو لامينار. بس شو استفادينا؟ استفادينا من upper critical velocity في حالات معينة، من يقول لك دا امشي من اللامينار الى التيربلن استفاد من هذه الألفين وسبعمية، اما غير شيء يبقى ألفين، فهل lower critical velocity يبقى ألفين. واضح طلاب؟ زين، هسه هاي المشاهدة، هاي المشاهدة الثالثة اللي هي احنا قلنا اول شيء ثلاث انواع والارقام الرينولد، والمشاهدة الثالثة upper critical velocity lower critical velocity. المشاهدة الرابعة طبعا هو رينولد لا عايش بزماننا، مشتغل يوتيوبر، كان شاف ايش قد مشاهدات وناقلها باليوتيوب. زين، المشاهدة الرابعة هي فاوند، كلها وجدها بالعين، اللامينار فلو the losses، losses شنو الخسارة، are directly طردية proportional، تتناسب طردية to the average velocity، يعني شاف انه الهيد لوست بالانبوب في منطقة اللامينار حالة طردية، يعني شاف هذا هسه مثلا خط الفيلوسيتي وكل ما يزيد السرعة يقيس الهيد لوست فقدان الضغط ايش قد يصير، فشاف العلاقة طردية، يعني هسه هذا من خط عدن علاقة طردية، هاي وين؟ باللامينار فلو علاقة طردية. ف من الصفر الى 2700 اي زين، انتربلنت فلو the losses are proportional to the velocity to a power varying from 1.2 to 2، يعني شاف العلاقة مثلا أس اثنين، أس اثنين معناته شنو؟ يعني العلاقة بارابولا بين الفلوست والهيد لوست، شافها العلاقة بارابولا أس اثنين، يعني خلينا نقول اكس يساوي واي سكوير، خلينا نقول هنا الاكس يساوي واي. واضح؟ زين، فشاف العلاقة للباور 1.7 الى 2، علاقة شو يسموها. زين، هاي العلاقة اجى سواها رسم، خلينا نرسم اني اجى سواها رسم، خلينا نشوف هذا الكيرف بين الفيلوسيتي وبين الهيد لوس. طبعا هنا أنا من الصفر، هنا أنا ال 2000 2700 4000 واكثر. زين، هسه اذا نرجع للابر فيلوسيتي وال لور فيلوسيتي،
كريتيكال فيلوسيتي. اذا كنا نمشي من لامينار الى تيربلنت ايش حيصير؟ اذا من لامينار الى تيربلنت العلاقه قلنا شنو هي؟ علاقه طرديه. ف من لامينار الى تيربلنت لحد ايش قاعد؟ لحد ال 2700. لحد ال 2700 هاي نقطه، اذا شنو العلاقه؟ علاقه طرديه. هاي انا دا امشي من اللامينار الى التربلنت. فوق ال 2700 شو تصير العلاقه؟ يصير العلاقه بارابولا. واضح؟ زين. هسه اذا انا بالتربلنت واريد ارجع للصفر. زين، قلنا من التربلنت فوق ال 4000 تربلنت لحد وين؟ لحد ال 2000 يلا يصير لامينار، فإذا أنا هذا بال 4000، هذا شوف ال 4000. لحد ال 2000 إيش حصير؟ حصير بارابولا، يعني نصف دائرة. زين، ورا ال 2000 إيش حترجع؟ حترجع خط عدل. واضح؟ زين، هسه خلينا نشوف هذا الرسم، انتبهوا لي. هذا رسم نفس هذا رسمته، بس سويته سويت له شو يسموه يعني احرف. فهنا الزيرو، هنا عند ال 2000 كي، عند ال 2700 ال، عند ال 4000 ام واكثر ان. فيقول ان ذا فلو لامينر، ان ذا فلو لامينر تو تيربلنت ذا باث ايش حيصير؟ حيصير من الاو لاو الكي، من الاو للكي ايش حيصير؟ خط عدل. بعدين ال من الاو والكي والال شنو؟ خط عدل. هذا خط عدل. لوين يوصل؟ يوصل الى 2700 بالال، خط عدل. بعدين ام ان، بعدين يصعد ام ان شنو؟ بارابولا. ام ان بارابولا. زين، هسه اذا اريد ارجع ان ذا فلو تيربلنت تو لامينار، من تيربلنت الى لامينار، ذا باث ايش حيصير؟ حيصير ال ان ام بارابولا لوين؟ للكي، يعني شنو تجاوز ال ال 2700 تجاوزها، فام ان ام كي شنو؟ بارابولا. حصير ان ام كي بارابولا لوين؟ لحد ال 2000. من ال 2000 وجوه كي او يرجع خط عدل. واضح طلاب؟ فعندي الهيد لوست، عندي نوعيتين، نوعية باللامينار فلو معادلة خطية اكس يساوي واي، بالتربلنت فلو معادلة اس اثنين خلينا نقول بارابولا. ومن اريد ارسم خط او كيرف الهيد لوست بنوعيتين، نوعية من الجريان من اللامينار للتيربلنت، وعندي نوعية من التيربلنت لللامينار. من اللامينار للتيربلنت يوصل لل 2700 خط عدل، ولا ال 2700 يصير بارابولا. من يصير عندي تيربلنت لللامينار بارابولا من البداية لحد ال 2000، ولا ال 2000 يرجع خط عدل. واضح طلاب؟